السلام عليكم، معكم الفارس الطباخ العافية. فيديو اليوم بيكون كيف تمسح تحدي قاعدة البناء الشمالية. بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا مسح التحدي سهل جدا، بنبدأ بالمنيون، نصير نطح منيون عند الاثنين البراج، ونصير نطح الساحر الكهربائي مش الناري، نصير على طول نطرح التنين الصغير عند الصواريخ، ونصير نشغل خاصيته على طول. أول ما ننزل نصير نشغل خاصيته، أوكي؟ بعدها بننتظر لما المنيون بيدمروا الأبراج هذه، ما أدري اسمها، ونصير على طول ننزل الاثنين المنيون الثانيات من بعيد مش من قريب، أوكي؟ بعدها في هذه اللحظة بنصير نطرح الملك عند المعمل بحيث إنه يدمر لنا المعمل والأشياء ذي قدام، أوكي؟ بعدها على طول نصير نطرح الساحرات. بعدها على طول بعد ما نطرح السعرات نصير نطرح بالون الهياكل العظمية. طبعا لاحظوا وين بطرحه، اوكي، لازم تطرحه نفس المكان. نصير على طول نشغل خاصيات الساحرات الليلية علشان انها تقدر تعاون او ما يموت يعني البالون الجوي، اوكي. بالنسبة لخاصية البالون الجوي فيك تستخدمها يعني في اي وقت تريدها، انا شخصيا استخدمتها في الوقت يعني الذي شفتها قرب من اول مبنى. اما انت اذا كنت تريد تستخدمها فيك تنتظر، او يعني فيك يعني تستخدمها في اي مبنى مش مشكلة. واذا خاصية الملك لا تضربها، خلي خاصية الملك تتفعل لنفسها، لانه خاصية الملك يعني كشيء اضافي فقط، ولا انت قادر تمسح التصميم بكله. الصراحة يعني التصميم سهل من الناحية هذه، فقادر انك تمسحه بدون اي صعوبات. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. احبكم جميعا، ومع السلامة.